والله على بركته اخوان اخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله غادي يكون هذا الفيديو مختلف على الفيديوهات اللي غادي نقدم، ونعتذر على الغياب الخارج عن ارادتنا لاسباب شخصيه. المهم الفيديو هو رياكسيون، ماشي شي رياكسيون نيت، ولكن هي كلمات في حق واحد السيد غني عن التعريف في مجال تربيه الطيور الزينه. هنا وجهت ليه شي كلمات في حقه، هذا الشيء اللي كاين الاخوان، وتحياتي وشكرا بزاف، وعدنا والعود احمدو. التفاعل ديالكم الاخوان وتوحشتكم، توحشتكم بزاف، وتنعتذر على الغياب، ونتمنى انني ان شاء الله غادي نحاول انني ما نبقاش نطول الغياب ديالي رغم كل الظروف. ان شاء الله غادي نحاول انني نكون دائما موجود في الساحه، وان شاء الله نوفي جميع الطلبات ديالكم. كاين جوج طلبات ان شاء الله غادي ندير لهم فيديو، هو الفرق بين ذكر وانثى طيور الروز والفيشر. انا عندي الان عندي الفيشر، ما عنديش الروز. ثانيا الكالوبسيت كيفاش ندرسيه، وفيديو اخر اللي غادي ندير عليه هو يعني كيفاش نوجد الطويرات ديال الكنار الموسم الجاي ان شاء الله. تحياتي لكم وبيس لكم، التفاعل ديما تفاعل الاخوان. يلاه معنا تشوفوا الرياكسيون والكلمات اللي قلت فواحد في حق مربي كبير ديال طيور الزينه. يلاه معنا. هنا بدات القصه ديال واحد الشاب مغربي مولوع بتربيه الطيور، ياسر فلوغ، اللي المغرب كامل تقريبا تعرفه، الصغير الكبير متوسط كل شيء تعرفه، من طرجة حتى القويرة. هنا طحت عليه فكرة انه يمشي للقريعة يشري طويرات بفلوسه بدراهمه، وخد الطويرات اللي شرا رخاص في الثمن، مبقاتش في الثمن، بقات في القيمة ديال العمل اللي دار والفكرة اللي وصل. واخا كاينين اللي تيهضروا تيقول لك راه شراهم رخاص، الحداد داير 20 درهم، ماشي مشكل، شتي الا دار هي درهم، دار واحد الفكرة وصلها لك انت مزيان، علاش تتفرج فيه انت اصلا؟ انت تتقول 20 درهم، انت هو جاتو 20 درهم معانية، انت جاتك قاصحة، حيت انت ما بين انك درتي هاد الجيست هذا وقلتي انه شراه مرخص، بما انهم انك راه ما قادرش انك تشري واحد وتطلقو، تقول بحال لا 20 درهم مشات ليا في الاخوه، وهو ما دارش بهذاك الحساب، دار هذيك القيمه ديال هذيك الحريه اللي تسلبات من داك الطير ومشى طلقو هو في الطبيعه. كاين اللي يقول لك ليا هو راه تيحبسهم تيربي حتى هو الطيور، هادوك ماشي ديال الطبيعه، هادوك اصلا كاملين تنعرفهم ما يكونش انهم يعيشو في المغرب، يعني الا بديت تربي هادوك خاصك انت تحبسهم وتعرف بقيمتهم. من بعد ما شراهم ياسر اختار لهم شي بلاصه، تيفكر انه يختار لهم شي بلاصه زوينه. من بعد مشى هو وصحابه، مشى لواحد البلاصه زوينه فيها الطبيعه والامان اللي غادي يتاقلموا ما فيه دغيا، يعني الطويرات غير تلقاهم يدبروا راسهم، يعني ما غاديش يوصلهم باقي شي واحد، ربما ما غيوصلهم شي واحد، حيت الله اعلم الصياده ما تيخليو التقن. هنا غادي يطلق طيور الحداد وطيور الشحرور واليمامه، واخا هادشي تيبان للناس اللي مولعين انه لا شيء، يعني في النوع اللي يطلق، ولكن الى هز هو مقنين راه غادي يتبعوه، خصو شويه بشويه. يعني وصل لكم واحد الفكره اللي هي حريه، ان هذيك القيمه ديال الطيره ما تتكماش في القفز، وخصوصا الطيور اللي تتربى تتكون في الطبيعه، القيمه ديالهم تتكون في الطبيعه ما تتكونش في القفز. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، وتنشكرك اخويا ياسر من هذا المنبر على هذه المبادره الطيبه، وتنتمنى ان جميع الانفلونسرات اللي بحالك، المؤثرين اللي بحالك اللي مشهورين وكبارين
لانهم يعني يوصلوا فكره بحال هادي. هنا غادي ننتهي ونوصلوا في نهايه الفيديو ديالو. تحياتي خويا ياسر، تبارك الله عليك وشكرا، يعني وصلتي فكره زوينه. لقين مع ياسر فلوك. ياسر واحد الانسان اللي قلبه طيب، يحب الخير للجميع، ولكن الا مشيتي تحتكيتي معاه ولا شديتي معاه الضاد ولا شي حاجه راه غيندمك، يعني اي واحد ما تيسمحش في حقه. انا ياسر خرج دار واحد العمل انساني. تنحييك خويا ياسر، انا تنحييك من مراكش لكازا، تنوجه لك واحد التحيه على هذا العمل الانساني. هنا ياسر مشى خشرى واحد 100 دجاجة باش يطعم 100 كلب، ولكن المشكلة ما بقاتش في ياسر، بقات في الناس اللي ما قادينش انهم يطعموا حتى كلب ديالهم وجايين تيهضروا في كومونتيرات. هادشي اللي بقى فيها ايوا انك انت ما قديتيش انك تدير بحال هاد العمل الانساني. على الاقل شجع هاد الناس اللي تيجيروا هاد الاعمال الانسانية. كاين واحد اخر تيطعم الحمام ديال الزنقة تيضحكوا عليه، ولكن هو ما حسبش اللي تيضحكوا عليه، هو راه تيشجع. انت خويا ياسر واصل واصل، وحنا معاك غادي نساندوك، حيت العمل الانساني وانت انفلونسر مؤثر كبير. المغرب كامل كيعرفك اخويا، كمل على طريقك، المغرب كامل تيعرفك. يعني ما حد انك انت قادر انك توصل واحد الفكره زوينه على الشاب المغربي الطموح الغيور اللي فيه واحد الكبدة ديالو رطبة على الكائنات الموجودة قريبة لنا. يعني ممكن انك انت تكون هاد الحيوانات السبب في بزاف ديال الحوايج انهم يتيسروا لك في الحياة ديالك. قال الله سبحانه وتعالى يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. هنا تنشوفوا في هاد الفيديو في هاد اللقطة هادي اللي دازت، هاديك الكلبة الكحلة قالوا لي الناس ديال ديك البلاصه انهم هنا الكلاب تيضربوهم الناس، يعني علاش انا ما ناكلوش عوض ما نضربو. وانت اللي غادي تفرج في هذا الفيديو، في هذا الفيديو ديال ياسر ماشي ديالي، ديال ياسر، ربما انت اللي قلتي صاحب هذا الكومونتير اللي قال هذه الهضره. عاجي الا تفرجتي في هذا الكومونتير، الا تفرجتي في هذا الفيديو ديالو، ربما فايت لانك دزتي من موقف تلاقيتي معاك في الزنقه وضربتيه. شوف مالينوا، مالينوا اللي هو ان مولاه رباه وعطى ياسر وكله، يعني مولاه ما مهليش فيه، يعني المالين يكون مهلي وما ياكلش من عند البراني. هنا واحد نتوات الهاسكي، يعني راس زوينه ومتخلى عليها هي ومريضه بالجرب. هنا ياسر دار واحد عمل عجبني هنايا، والكلبه ما حساتش بالشوكه من الجوع اللي فيها، ما حساتش بالشوكه. يعني هنا تيكون واحد العمل انساني، وتتفرح ملي تيكونوا بحال هاد الناس هادو باقين في المجتمع ديالنا. وتنقولوا الخير ما بقاش، الخير باقي، حنا اللي ما عرفناش مالي. وحنا الا ما درناش المبادره منا حنا راه ما يمكنش اننا نلقاو الخير. شوف التعامل ديال الناس مع ياسر هنايا في هاد اللقطه، انهم حسوا كاملين انهم فرطوا في هاد الكلاب وجاو انهم يعاونوه، وكيوريو البلاصه فين كاينين الكلاب. واش هذا عقل؟ هو كاين الكلاب حداهم وما عمرهم فكروا انهم ياكلوهم. حتى جا ياسر وعاد وراو في البلاصه، يعني ياسر دار لهم واحد الفكره، انكم اهتموا بهاد الحيوانات اللي حداكم، راهما اللي غادي تلقاو فيهم الخير. وكاين انك تطعم كلب مره واحده ما ينساش خيرك، وتطعم بنادم 100 مره وينسى خيرك ويغدرك، ماشي غينسى خيرك، يغدرك. وتنحييك اخويا ياسر على هذا المنبر، وتحياتي لك وشكرا بزاف على هذا الفيديو الزوين. انا صراحه عجبني، وعلاش درت عليه رياكسيون، يعني هاي هضرت عليه ما درت حتى رياكسيون، هاي هضرت مجرد انني قلت عليه كلمه، يعني هادشي اللي قدرتنا انني نوصل يعني الناس اللي متبعيني. حتى انا يعني بغيت نقول لكم اهتموا وحافظوا على الحيوانات اللي قريبه لكم، واهتموا بها وداويوها الا كان في المستطاع. وتحياتي خويا ياسر وشكرا بزاف، وتنتمنى انك تشوف هذا الفيديو، وشكرا بزاف وتحياتي.